تدر له 5 وتنبغي نشكرهم على الاداء اللي قاموا به حيت لعبنا ماتش في تونس وباش جي باش نلعب عاوتاني الخميس كان شويه ديال الاعياء الحمد لله استطعنا باش نفوزوا ونبقاو منافسين على اللقب ديالنا فوالا بالنسبه لشنو الجمهور الفيروس ديال الخميس اول حاجه الى حنا توحشنا الجمهور ديالنا يكون معنا وكما كتشوف جاوا تفرجوا فينا في تونس ولكن هادشي هذا ما تيمنعش الا كان الواحد الصحه ديالو غادي تضيع ليه راه غادي نديروا لو ماكسيموم باش نفرحوهم واخا في ديورهم بون بالنسبه لاتحاد طنجه تنبغي نشكرهم بعدا على العام اللي دوز معاهم وعلى ومن الجماهير ديالهم تنبغي نشكرهم اوسي اول حاجه جعلنا كوتش كبير وتا الكوتش كان كبير كاع لي كوتش اللي انا دوزتهم في الوداد تبارك الله كانوا كبار مي بون كتبقى بعد نوبات كل انترينور وتاتش ديالو فهمتيني دونك حنا جا عطيناه حنا من قلبنا مقابله كما شفتوا كانت مقابله كبيره من كلا الطرفين رغم العياء كما شفتوا لعبنا نهار السبت تشامبيونز ليغ وقدرنا اننا نجيو نحسموا هذا الماتش هذا ونرجعوا للصداره اللي كان واحد الجمهور ديالنا انا ان شاء الله غنضربوا على الحظوظ ديالنا حتى الاخير راه ما نقول بطوله 21 ان شاء الله صراحه الجمهور كما كيقول هو رقم واحد ماشي رقم 12 بالنسبه لينا حنا كلاعبين فريق الوداد الرياضي والحمد لله قدرنا انا بلا جمهور ديالنا قدرنا اننا نجيب واحد النتيجه مزيانه اللي هو الانتصار والحمد لله اللي كان وعدهم ان شاء الله اننا غنجيبوا اليوم بطوله 21 ان شاء الله صراحه الجماعه الوداديه كتستاهل كل خير و اليوم ما جاتش الملعب على قبل فيروس كورونا وكان هادي اليوم هذاك الاحتفال باش يبقاو ديما معنا وديما ديما يكونوا فرحانين وكنفرحوهم كيف ما فرحناهم اليوم في مقابله كان هادي اليوم الفوز انا ديما كنخدم من غير الفرقه كنخدم مع الفرقه وكنخدم بوحدي وديما غنزيد نبقى نخدم باش ديما نبقى في المستوى اللي كيطالب به الجماعه الوداديه طبعا انا فرحان بثلاث اهداف ومازال ان شاء الله غنزيد ماركي ومازال غنعطي الفريق الوداد الكثير ان شاء الله صراحه الحمد لله هذا الفوز هذا خلانا اننا نتصدروا بطولات احترافيه تنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم على النهج اللي احترموه ديال المدرب المقابله ما عرفنا ما تكون سهله ضد فريق اللي توا محتاج انه يحصل على نتيجه ايجابيه في الميدان ديالو تتخبط في تصبور الترتيب ولكن الحمد لله اللاعبين بقاو مركزين في رقعات الميدان وحصلوا على 3 نقاط وتنتاسفوا على عدم حضور الجمهور كيف ما الاسباب اللي معروفه نتمنوا اننا نكونوا في المستوى اللي تطمح ليه الجمهور الودادي ونتمنى ان شاء الله نفرحوه في باقي الدورات ان شاء الله بحول الله